السلام عليكم. ما تقوله الأحداث الممتدة على خارطة المحافظات المحررة من حضرموت شرقا وحتى سواحل البحر الأحمر والمخا غربا تؤكد أن حضور الدولة اليمنية لا يزال شكليا أمام حضور قوى فرضت نفسها بقوة السلاح تحت غطاء التحرير من ميليشيات الحوثي وصالح. لا يبدو الوضع على هذه الشاكلة مريحا للرئيس هادي، غير أن غيابه أمام مكاشفة شعبه وعدم اتخاذ أي قرارات تؤكد أنه لا يزال صاحب السلطة العليا في البلد يعزز الكثير من الشكوك والمخاوف حول مصير الشرعية اليمنية التي يقف الرئيس هادي على رأس هرمها. أين الرئيس هادي؟ سؤال يحمله الشارع اليمني على محمل الجد، فغياب الخطاب والمكاشفة لرأس الشرعية اليمنية تجاه الشعب يدفع لتساؤلات كثيرة، أبرزها ما مصير الشرعية اليمنيين؟ بالإضافة إلى سؤال موازن، ما هو مصير المناطق المحررة؟ بل وما هو مصير الرئيس هادي نفسه؟ ما هي مخاطر تحجيم مواقف الشرعية؟ ألم يكن هادي آخر ملاذات الشرعية؟ أكان تابعاً أم شريكاً أم مانحاً لشرعية التحالف؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود بعده لبدء النقاش مع ضيوفنا. غياب أم تغييب؟ ذلك الصمت الذي يحيط بالرئيس عبد رب منصور هادي، فبعد عامين ونصف من المعركة يبدو الرئيس مستسلما لظروفه الصعبة وإملاءات التحالف، متواريا عن شعبه ومتخذا من صمته حجابا عن المساءلة والالتزام بواجب الدولة. هادي الذي تم انتخابه رئيسا توافقيا في العام 2012 ولمدة سنتين يعيش الآن مرحلة رئاسية استثنائية وقودها الحرب وزيتها شرعية تحرق أكثر مما تضيء، إلا أن رمزية الشرعية الذي يقف على هرم الدولة يبدو اليوم غائبا عن شعبه الذي لم يعد يتذكر متى سمع آخر خطاب له. سواء أغياب أم تغييب، يبدو أن الحلفاء راضون عن هذا الصمت الذي يلف هادي، بيد أنهم يمضون بمعزل عن إرادته أيضا، وهو أمر يلقي بظلال الشك حول سلامة موقف الرئيس واستقلاله وإرادته مما يحدث، خصوصا فيما يتعلق بإدارة المعركة وملف الجنوب الذي يبدو كجمرة في كف الشرعية. بعد أن تصاعد دخان صراع المصالح بين الحلفاء وتحديدا الرياض وأبو ظبي، أعلن مطلع شهر مايو الماضي عن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة اليمن وعضوية السعودية والإمارات لمعالجة التباينات التي استجدت على صعيد القرار السياسي والعسكري في العاصمة المؤقتة والمدن المحررة، أو هذا ما أعلن عنه. قرار رقم واحد لعام 2017، لكن ما هو مؤكد أنها جاءت نتيجة الخلاف الناتج عن القرارات والتعيينات التي أصدرها هادي، والتي قضت بإعفاء عيدروس الزبيدي محافظ عدن ووزير الدولة هاني بن بريك، وهو ما دعا أطرافا إماراتية لإعلان احتجاجها على القرارات المتسرعة، وأن من حق الإمارات المعرفة المسبقة بقرارات رئيس اليمن الشرعي. الأحداث الأخيرة تحمل مؤشرات رضوخ هادي لإدارة أبو ظبي، وهذا يعني بالضرورة وبصورة مباشرة خضوع الرياض قبل كل شيء لسلطان أبو ظبي. فهل أصبح هادي تابعاً لقرار الحرب وإدارة الدولة أم أنه لا يزال شريكاً؟ سؤال يأتي من جهة لا تبعد كثيراً عن هادي. نطلب مفهوم الشراكة الحقيقية المبنية على أسس من الشفافية والشجاعة في الطرح بيننا وبين أخواننا في التحالف. المفلح الذي خرج بخطاب أمام الناس فأروى عطش الجماهير المحتاجة لقائد، لم يقدم محافظ عدن أكثر مما هو مطلوب من رجل دولة، ولم يحمل مكاشفات حقيقية تتوازى مع مخاطر ما يحدث ويحاك في عدن وما جاورها، لكنه وهو المكبل بالأغلال السياسية والمحاذير الأمنية وعدم الرضا يظل خيرا من غيره. فإذا كانت شرعية التحالف من شرعية هادي، لماذا كل هذا الغموض في القرارات وفيما يتعلق بمسار المعركة وإدارة المناطق المحررة؟ أجدد إذن ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الذي ينضم لنا عبر السكايب من اسكتلندا الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث. أهلا بك دكتور. مرحبا. إذن دكتور، دعنا نبدأ في بداية هذه الحلقة بسؤال الحلقة. الرئيس، أين الرئيس هادي من كل ما يحدث؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم والمشاهدين لقناة بلقيس. بالنسبة هذا السؤال حقيقة سؤال اللحظة يعتبر، لأن هناك
أداء إعلامي ركيك بشكل عام. دعني أتكلم عن الأداء الإعلامي الركيك بشكل عام للمؤسسة الحكومة والرئاسة أيضا. هناك مشاكل تعصف بالبلد تكبر يوما بعد يوم، هناك تحديات كبيرة، وهناك غياب شبه كامل لإعلام شفاف يتجه نحو الجماهير ويخاطب الشعب اليمني عما يحدث على الأرض في كل محافظات اليمن وعن التحديات التي تعصف بالبلد. هناك تحدي الحرب التي تنتشر يوميا بشكل أكبر وأكبر، وهناك تحدي الكوليرا والأمراض والمعوقات وغياب الدولة والرواتب وما إلى ذلك وضعف الدولة بشكل كبير. بمعنى أن هناك سؤال كبير، لماذا السلطة في اليمن الآن لا تقدم خطابا شفافا للشعب تقول له ما الذي يحدث على الأرض وتجعل الشعب اليمني يستقي معلوماته من شبكات التواصل الاجتماعي والتخمينات والتكهنات فأصبح رهينا لهذه التكهنات. هناك 30 مليون من الشعب اليمني بحاجة لمعرفة الحقيقة عما يجري على الأرض. هناك التباس كبير في محافظة الجنوب، توغل للتحالف في مناطق تتعارض مع سياسة الشرعية، وهناك استياء من قرارات الرئيس هادي في السابق، وهناك أيضا الحصار ما زال مطبقا على تعز، وهناك الكوليرا تكتسح المحافظات شمالية وجنوبية، وهناك رغم كل ذلك صمت مطبق من الرئيس هادي ومن مؤسسة الرئاسة. قد يكون الرئيس هادي من النوع الذي لا يحب الخطابات، ولكن هذا لا يعفيه من تكوين منصة رئاسية للحديث المباشر للشعب عن طريق ممثل الرئاسة كما يحدث في أي دولة أخرى. لكن هذا السؤال حقيقة فعلا سؤال مبرر، ونبحث عن إجابة مقنعة من مؤسسة الرئاسة. طيب، هل يمكن القول أن وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض حاليا وليس بداخل الأراضي اليمنية سبب ذلك الأمر؟ يعني نحن آخر مرة ربما سمعنا خطابا ارتجاليا من رئيس الجمهورية كان عندما زار محافظة مأرب ربما قبل أكثر من سنة. هل هذه نقطة تبرر هذا الغياب؟ هي قد تبرر، لأن يبدو أن هناك لا يوجد تنسيق شفاف وشراكة شفافة بين مؤسسة بين الجمهورية اليمنية ودول التحالف. لنكون واضحين، دول التحالف طلب منها أو طلب إليها الرئيس هادي أن تتدخل في اليمن لصد الانقلاب أو لإعادة السلطة الشرعية لصنعاء للرئيس هادي. ولكن ما حدث حتى الآن أن هناك تخبطا في التحالف نفسه ما بين الرياض وما بين الإمارات في فترات، وثم وجدنا تنسيقا مشتركا بين الرياض والإمارات، وأخشى أن يكون هذا التنسيق المشترك على حساب الرئيس هادي أو على حساب السلطة الشرعية. بمعنى أننا كنا نتمنى أن يعود الرئيس هادي بمعية المفلح إلى عدن ويمارس سلطاته في عدن. أنا توقعاتي أو تحليلي الشخصي للأمور، طالما الرئيس هادي مقيما في السعودية أو مقيما في الرياض عند الأشقاء هناك، لن يكون بمقدوره الالتصاق بالجماهير اليمنية وبهمومها، وأيضا لن يكون بوضع يسمح له لقول لا على هذا التصرف أو ذاك. أصبح أسيرا للكرم السعودي هناك، وعلى الطريقة العربية يعني يشرب قهوة ويتناول التمر ويبلعوا قرارات وما إلى ذلك. نحن نريد أن نبتعد الآن، لأن المشكلة في اليمن تهم الإقليم. المشكلة من وجهة نظري الشخصية ليست مشكلة يمنية فحسب، بل مشكلة تهدد الوجود للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية الشقيقة وبقية دول الخليج ما فيها الكويت وغيره. لذلك ينبغي أن نكون عند مستوى المسؤولية ونرتقي إلى مستوى أن نجد استراتيجية واضحة لحل وحلحلة المشكلة في اليمن، وأن يكون هناك تنسيقا مشتركا بين الرئيس هادي، والرئيس هادي مخول أن يكون هو أصلا يقود المرحلة، يقود هذا التنسيق، لا أن يكون تابعا للتحالف. هادي والمسؤولون اليمنيون هم أدرى بشعاب اليمن، وعليهم مسؤولية تاريخية لإخراج اليمن من هذا الوضع الكارثي. نحن نتحدث الآن عن منظمات دولية تتحدث بشكل صريح عن تآكل السلطات الشرعية في الجمهورية اليمنية، بما معنى أن هناك تقلص على الأرض لنفوذ الرئيس هادي يوما بعد يوم. إذن إلى أين يأخذنا الرئيس هادي والتحالف في اليمن؟ نحن نرى أن هناك
استقواء للطرف الانقلابي على الشرعية، ونتمنى أن يكون تدخل التحالف في اليمن لا لاستبدال ميليشيات عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح بميليشيات تتبع دول الخليج أو دول الإقليم. ما استفدنا؟ ما الذي سيستفيد منه الشعب اليمني من هذا الهراء؟ اليمن قضيتها قضية عادلة، هناك انقلاب تم على الحوار الوطني وعلى مخرجات صنعها الشعب بنفسه، والآن هناك تمرد على ذلك الاتفاق. نريد من الإقليم أن يساعدنا ويعيد لنا الشرعية لا أقل ولا أكثر. أما أن ننطلق لمتاهات ومساحات أخرى ستأخذنا إلى آفاق بعيدة وتخرجنا من السياق تماما. طيب، يعني في هذه النقطة هل يمكن اعتبار أن يعني عدن كانت أو الأراضي اليمنية لم تشهد وجود وزراء أو مسؤولين حكوميين إلا منذ فترة ليست بالطويلة كثيرا؟ يعني الآن رئيس الوزراء هو في عدن، أكثر من وزير أيضا في عدن، هل يعتبر ذلك باعتبار يعني نقطة تمهيد لعودة الرئيس هادي بعد أن يتم التأكد من استقرار الأوضاع في المحافظات المحررة بشكل عام وعدن خصوصا، في يعني كتمهيد لخطوة قادمة ستشهد عودة الرئيس هادي إلى الأراضي اليمنية، وبالتالي يعني تعامل أكثر مع الشعب اليمني أو أكثر قربا من الشعب اليمني؟ دعنا نتحدث في المساحة الإيجابية من ذلك. نعم، أتمنى ذلك. هناك مساعي هما لتعود إلى عادوا كثير من المسؤولين إلى عدن، وهذا شيء طيب، وبدأنا نتحدث عن عدن تتعافى إلى حد ما، وهذا أيضا شيء طيب، ولكن زالت السلطة في الأراضي اليمنية ما زالت تواجدها خافتا. تصور مثلا محافظة تعز محاصرة، لا ندري أين محافظة تعز، اختفى محافظة تعز فجأة، المحافظين الآخرين في بقية المحافظات لا يقومون بمسؤولياتهم، الناس قلقون جدا مما يجري، هناك زحف من الكوليرا وزحف من الميليشيات والسلطة تتوارى. نريد هنا الآن أن تكون هذه مقدمة طيبة لعودة الحكومة، لعودة الرئيس هادي، بدءا بعودة المحافظة المفلحي والكثير من المسؤولين إلى عدن كخطوة تمهيدية لعودة الرئيس هادي نفسه. لن يستقر الوضع إلا إذا عاد الرئيس ونائبه إلى عدن. طيب دكتور أحمد، دعنا نأخذ وجهة نظر حكومية، وجهة نظر أكثر قربا من السلطة الشرعية. ينضم لنا مستشار وزارة الإعلام أستاذ مختار الرحبي عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك، ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوف الكرام جميعا. أهلا بك. إذن أستاذ مختار، آخر خطاب جماهيري بداخل الأراضي اليمنية وارتجالي كان للرئيس عبد ربه منصور هادي، كان ربما قبل سنة أو أكثر في مأرب. أين الرئيس هادي من مواجهة أو من مخاطبة جماهير شعبه؟ أولا بالنسبة للوضع السياسي القائم في اليمن لا يخفى على أحد، لا في الداخل ولا في الخارج، ورئيس الجمهورية عاد أكثر من مرة وظل في مدينة عدن لعدة شهور، ولكن بسبب أوضاع وبسبب هنا إشكالية حدثت في مدينة عدن، الجميع يعرف ماذا حصل في عدن من مشاكل ومن تحريض كان يمارس ضد رئيس الجمهورية بعض الأطراف الممولة من الدول، بالتالي كان من الآمل رئيس الجمهورية أن يظل خارج اليمن. وأيضا لا ننسى أن الشرعية عادت بجزء كبير منها إلى مدينة عدن، ورئيس الوزراء ما زال في مدينة عدن وهو يزور حتى المناطق الملتهبة ومناطق التماس، ما زال حتى اليوم يزورها، اليوم كان في المخا وقبل ذلك كان في مناطق التماس في محافظة لحج. بالتالي رئيس الجمهورية وحتى وإن كان هو غير متواجد في مدينة عدن فهناك من ينوب عنه في مدينة عدن، رئيس الوزراء وأعضاء في الحكومة الذين لم يخرجوا من مدينة عدن إلا لبعض الزيارات الخارجية التي قاموا بها ومن ثم عادوا إلى مدينة عدن. بالتالي الوضع أعتقد أنه تحسن بشكل ملحوظ في مدينة عدن، خصوصا بعد التمرد الذي تم في مدينة عدن وخصوصا في مطار عدن الدولي ومصاحبه من إشكاليات مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واختلاف وجهات النظر الذي حصل بين الرئيس وبين الإمارات قد أثر تأثيرا كبير، وأيضا ما صاحبه من إعلان لما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي أيضا قد أثر على الوضع في مدينة عدن. ولكن بعد تعيين الأستاذ العزيز المفلحي الذي جاء برؤية مختلفة تماما، برؤية تنموية، وتحسنت الأوضاع حتى السياسية وكذلك الأمنية والاقتصادية،
وكما وعد رئيس الوزراء بأن صيف عدن سيكون هذه العام سيكون هذا العام صيفا باردا، فقد أوفى بعهده. وكذلك المحافظ يقوم بتحركات كبيرة ومتنوعة، بالتالي أنا أعتقد أن تواجد رئيس الحكومة وكذلك المحافظ والوزراء في مدينة عدن قد يغطي عدم تواجد رئيس الجمهورية الذي هو يشرف بشكل عام على العملية التنموية وكذلك على العملية العسكرية، وهو يشرف بشكل شخصي وبشكل دائم على الأحداث والأوضاع سواء في محافظة عدن والمناطق الجنوبية بشكل عام وكذلك في المناطق التماس سواء في تعز أو في مأربة وباقي المناطق والمحافظات. يعني في هذه النقطة تحديدا، دعني أستاذ مختار أتحدث على أن هناك الكثير ممن يطرح الكثير من نقاط الاستفهام حول مدى إشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي على ما يجري بداخل البلاد، ومدى يعني قربه من واقع ما يحدث بالنسبة لليمنيين. على الأقل بالنسبة لليمنيين يقولون إذا كان الرئيس يعلم بما يجري ويشرف على ما يجري على الأقل وخاطبنا من مكانه، يعني ليست هناك خطابات لرئيس الجمهورية تتحدث مع الشعب، تتحدث عن مشاكله، عن همومه، البلد على شفا مجاعة، هناك كوليرا، هناك ميليشيات أيضا. رئيس الجمهورية تحدث في أكثر من مناسبة وتحدث مع الشعب اليمني في أكثر من مناسبة، بطبيعة الحال الوضع في اليمن ليس خافي على أحد، وأبناء الشعب اليمني يعرفون تفاصيل ما يحدث وتفاصيل ما حصل ويحصل في اليمن بشكل عام. بالتالي رئيس الجمهورية يتحدث في كل المناسبات الوطنية وفي كل المناسبات يتحدث ويخرج بخطابات للشعب اليمني ويتحدث معهم في كل مناسبة، وهو قريب من الشعب اليمني، وهو قريب من مشاكله وقريب أيضا من الأزمات التي تحصل في مدينة عدن. ولكن لحساسية الوضع القائم في هذه الفترة أعتقد أن هناك يعني غموض في بعض القضايا، بعض القضايا خصوصا ما حدث في الفترة الأخيرة في مدينة عدن، بالتالي حساسية الوضع هي من تجعل من الحكومة بشكل عام لا تتحدث عن تفاصيل ما يحدث، ولكن هناك أخبار ولم يعد أحد يستطيع أن يغفل على ما يحدث. الجميع يعرف الآن وأصبحت الأخبار وأصبح العالم كله قرية واحدة وقرية صغيرة، الجميع يتداول أخبار والجميع يعرف تفاصيل ما يحدث، وحتى وإن لم تتحدث الحكومة بشكل صريح وتتحدث بشكل رسمي لكن الجميع أصبح يعرف ويعي طبيعة ما حدث ويحدث طوال الفترة الماضية، سواء التباينات وجهات النظر التي حدثت مع الإمارات أو الإشكالية التي حدثت مع إدريس الزبيدي المقال وكذلك المحل التحقيق هاني بن بوريك. الجميع يعرف التفاصيل وتحدث الجميع عن هذه التفاصيل الدقيقة في الأحداث التي حدثت خلال الفترة الماضية. طيب دعني أنقل هذه النقاط التي تحدث عنها لي ضيف يا دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث. دكتور أحمد، إذن يقول السيد مختار أن العالم أصبح قرية صغيرة، هناك وسائل التواصل الاجتماعي والجميع لا يخفى عليه ما يجري في البلد، ولا يخفى تعامل الرئيس هادي مع هذه الشؤون بالنسبة للمواطنين، كيف تعلق على ذلك؟ مع احترامي للأستاذ مختار لا أتفق معه في هذه النقطة. الخطاب السلطة مع الجماهير هو جزء من الانتصار في أي معركة. نحن نعيش معركة صعبة في اليمن، معركة مع عدو متوحش، معركة مع أوبئة، معركة مع عدة أعداء في آن واحد. فالحديث عن العالم أصبح قرية صغيرة، هذا الكلام أقوله في محاضرة للطلاب الاتصالات عندي، لكن أن تتبناها الحكومة في الحديث أن تقول أن هناك قرية صغيرة ويجب على الحكومة أن تصمت أن لا تتحدث بشكل شفاف مع الشعب، فما الفائدة من وزارة الإعلام؟ ما الفائدة من رئاسة الوزراء؟ ما الفائدة من أنا هنا لا ألوم حتى الرئيس هادي شخصيا، حتى رئاسة الوزراء لا تتحدث بشكل شفاف مع الشعب في عدن. رئيس الوزراء لا يتحدث بشكل دوري عما يجري، الإعلام مغيب، وزير الإعلام لا يتحدث أيضا. إذن هناك أنا أتحدث عن خطاب إعلامي ركيك للسلطة بشكل عام. هل الشعب اليمني يستحق خطابا أفضل من ذلك؟ يستحق مكاشفة أكثر من ذلك؟ إذا عملنا حسابات أن خطاب الرئيس أو خطاب الحكومة سيتحسس منه الآخرون، فهذا ليس مبررا للصمت. يجب أن نتحدث أيضا مع الآخرين، نحن بحاجة إلى حوار صريح جدا مع التحالف. بداية نريد حوارا صريحا مع التحالف. أنا تابعت زيارة الرئيس هادي لأبو ظبي، وأتمنى أن يكرر الزيارة إلى أبو ظبي حتى إذا لم يستقبلوه. هناك حاجة ملحة للحديث مع الإمارات العربية المتحدة بشكل شفاف لنقيم شراكة كما قلت سابقا واحترام متبادل.
لأن ما يقع في اليمن يؤثر على المنطقة برمتها. نحن لا نتحدث عن أزمة يمنية عابرة، نتحدث عن أزمة عميقة في الجزيرة العربية بشكل عام. هناك تربص بكل دول المنطقة، لذلك يجب أن يتبنى الإخوة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خطاباً إعلامياً مقنعاً للداخل والخارج. أما الحديث عن أن كل شيء مكشوف وأن الشعب اليمني يعرف كل صغيرة وكبيرة، فوالله ليس الشعب اليمني كله يمتلك ملائكة سليمان أو عفاريت سليمان ليأتوا إليه بالحقائق. نعم. ما يتداوله طيب. الشعب اليمني أصبح الآن هناك كثير من المغالطات، وهناك لبس كبير، وهناك لغط كبير في الشارع اليمني، لا يدري ما حقيقة ما يجري في كثير من القضايا. من يتحمل نعم. هذا اللغط؟ طيب دعني في هذه النقطة، يعني مما تحدثت به من نقاط، أعود إلى الأستاذ مختار الرحبي وأسأله، هل تابعت أستاذ مختار ردود الفعل حول ما جرى أمس أو ما جرى قبل أيام إن لم يكن بالأمس من كلمة المفلح وردود فعل الناس حولها، كلمة محافظ عدن، وكيف أشاد الناس كثيرا بمختلف أطيافهم السياسية بهذا الخطاب القريب منهم؟ لماذا لا نجد خطابا قريبا مشابها من قبل رئيس الجمهورية، أو حتى على الأقل من قبل من يعملون معه؟ اولا بالنسبه لكلمه المحافظ، هي كلمه تاتي في اطار الخطاب الحكومه لابناء الشعب اليمني، وخطاب وكلمه الاستاذ عبد العزيز المفلحي تاتي في اطار وفي وجهه نظر الحكومه، وتحدث بكل شفافيه. بالتالي المحافظ هو يمثل الدوله، وهو يمثل السلطه الشرعيه في مدينه عدن، وخطابه هو خطاب الحكومه الشرعيه. بالتالي هذا جزء من الخطاب الموجه للشعب اليمني، وهو تحدث بكل شفافيه. ايضا الكثير من الوزراء والنواب وكذلك المسؤولين في الحكومة تحدثوا بشكل صريح عن ما يحدث في القضايا السياسية، ولكن أنا تحدثت قبل قليل عن حساسية الوضع وعن حساسية الإشكالية التي حدثت في الفترة السابقة بين الحكومة الشرعية وبين الإمارات العربية المتحدة وما صاحبه من إثارة للإشكاليات التي حدثت في مدينة عدن. تحدثنا فيها، أيضا تحدثنا عن ما يحصل في، أنا شخصيا تحدثت عن ما يحصل في محافظة قطرة، خبل سقطرة، تحدثنا عن ما يحدث في عدن، انتقدنا وأنكرنا وأدنا ما يقوم به عيدروس الزبيدي وكذلك هاني بن بريك، وتحدثنا بكل صراحة وبكل شفافية عن ما يحصل. بالتالي هذا هو خطاب موجه للشعب اليمني، وهو خطاب أيضا موجه بكل شفافية وبكل صراحة. والاحتفاء الذي بخطاب المفلحي هو بالفعل يأتي لأن تتحدث بلغة بسيطة وتحدث بشكل واضح وشفاف لا لبس فيه، تحدث في قضايا حساسة أعتقد أن الكثير يهرب من الحديث عنها في هذه الفترة، وذلك لحساسية الوضع القائم الآن معاننا في هذه الفترة. وأنا أنادي بهذا الكلام منذ فترة، أنادي أن يتحدث جميع المسؤولين بشكل شفاف. اليمن ليست بحاجة الآن إلى كولسة وإلى أحاديث تحت الطاولة، بحاجة إلى طرح كل القضايا، سواء القضايا العسكرية، سواء القضايا أيضا قضايا الشراكة مع الأشقاء في دول التحالف العربي، بحاجة بالفعل إلى الحديث بشفافية. ولكن حساسية الوضع تجعل من المسؤولين يتحدثوا بشكل مرن وبشكل أيضا لا يفسد التحالف ولا يحدث شقاق في التحالف. مصلحتنا أن يبقى التحالف متماسك، أن يبقى التحالف معنا في اليمن، أن ينهي أهداف التحالف الذي جاء من أجله، وهو تحرير اليمن من الميليشيات الانقلابية ومساعدة الحكومة بالعودة إلى صنعاء. بالتالي هناك بعض القضايا يتم يعني عدم التطرق لها، وهو من باب الحرص على ألا تتوسع اللي هو بين الحكومة الشرعية وبين أشقائنا وشركائنا. بالتالي نحن نقول أنه إذا تحدث شخص أو مسؤول هو بالفعل يتحدث عن باقي المسؤولين، وخطاب الأستاذ عبد العزيز المفلحي وخطاب جميع المسؤولين وخطاب الحكومة، وهو أيضا يمثل الحكومة ويمثل السلطة الشرعية. لكن في ذات الوقت أستاذ مختار، اليمنيون استفتوا على الرئيس عبد ربه منصور هادي، خاصة أن هناك الكثير من الحديث على أن اللجنة الثلاثية التي شكلت برئاسة اليمن وعضوية الإمارات العربية المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية وينوب عنها يعني بعض الأسماء فيها، يتحدث كثيرون على أنها قوضت الرئيس هادي، وأن وجوده الآن في الرياض بات بمثابة يعني محاولة لإبعاده عن الشعب اليمني ومصارحته بما يجري له.
لن يستطيع أحد بعد رئيس الجمهورية، لا لجنة ثلاثية ولا حتى الإمارات ولا غيرها. القرار السيادي هو بيد فخامة رئيس الجمهورية، ولا يمكن لأحد أن يقوض سلطات رئيس الجمهورية، ولا يمكن لأحد أن يعني أن يحاول إبعاد أو جعل رئيس الجمهورية يعني مبتعد عن القرار السيادي. رئيس الجمهورية خاض معارك متعددة منذ تولى السلطة، وهو حتى اليوم يخوض معارك أيضا لعدم تسليم القرار السيادي. القرار السيادي هو بيد فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، ولا يمكن لأحد أن يقوم بتقويض سلطات رئيس الجمهورية حتى وإن كانوا من الأشقاء. الأشقاء بيننا شراكة حول قضية محددة، وهي قضية إعادة الشرعية لليمن. حتى التحالف العربي جاء بأكمله بعد أن طلب رئيس الجمهورية، ولو لم يقوم رئيس الجمهورية لما تدخل ولا منح ولا وأيضا كان يمنح الشرعية بدون طلب رئيس الجمهورية. بالتالي نعيد ونكرر أن الشرعية هي بيد رئيس الجمهورية وليست بيد آخر، وهو الذي يتحكم بالقرار السيادي. طيب، وهو الذي جاء بالتحالف العربي، وهو الذي بإمكانه أيضا إيقاف أي تدخل بالقرار السيادي. اللجنة هذه نقطة مهمة أستاذ مختار، هذه نقطة مهمة. أرجو مرة أخرى أطلب منك أن تتفضل بالبقاء معي. أعود إلى الدكتور أحمد الدباعي الأكاديمي والباحث عبر سكايب من اسكتلندا. دكتور أحمد، إذن ليس بإمكان أحد أن يقوض قدرات الرئيس هادي، الرئيس عبد الرب منصور هادي، من حتى إذا أراد إعادة أو وقف التحالف العربي عند هذا الحد إذا أراد. هل تتفق مع هذا الطرح؟ إلى أي مدى ترى أن الرئيس هادي لديه مساحة للعمل عليها ولديه أوراق يستطيع العمل عليها في هذه المرحلة؟ من الناحية النظرية أتفق مع الأستاذ مختار. نعم، رئيس الجمهورية الرئيس هادي هو يمتلك كل قرارات السيادة اليمنية، لكن يبدو أنا ما أخشاه في هذه الفترة أن يتكون وضع على الأرض يجعل الرئيس هادي أمام خيارات صعبة جدا، وهي تقليص سلطاته لصالح تسويات سياسية لا تخدم القضية اليمنية. نحن نتحدث أن هناك تقارير بدأت تتحدث عن أو إشارات تتحدث عن إعادة أحمد علي عبد الله صالح مثلا إلى صنعاء، أو عن تسويات هنا وهناك. هناك ضغوط دولية على دول التحالف لارتكابها بعض الحماقات في كثير من الطلعات الجوية وقتل كثير من المدنيين اليمنيين. الصوت العالمي بدأ يتشكل بشكل أقوى ويضع الجمهورية اليمنية على المجهر الآن. العالم كله الآن يتابع اليمن كبلد فيه أكبر مأساة إنسانية، يتابع اليمن كبلد فيه حرب مأساوية وفيه كوليرا تجتاح ملايين البشر، يتابع البلد اليمن كبلد تتهدده 14 مليون تحت التهديد، تحت تهديد المجاعة، تحت تهديد الكوليرا، تحت تهديد فلتان الأمن الرهيب الموجود والحرب كذلك. إذن لن يبقى العالم على صمته أكثر من ذلك. سنرى ضغوطا على دول التحالف، ودول التحالف هي بالأساس دول عربية ليست دول عظمى، قد تخضع لذلك الطرف أو ذاك وتبع القضية اليمنية برمتها إذا تطلب الأمر، إذا كان هناك ما يؤذيها هذه دول التحالف من بقائها في اليمن. لذلك علينا أن نكون في اليمن حريصين، يجب أن لا نسلم أوراقنا بهذا الشكل كله للتحالف. يجب أن يكون لنا رأي، ويجب أن يكون لنا خارطة زمنية للانتهاء من هذه الحرب. استمرار الحرب باليمن سيخلق وضع يجعل الرئيس هادي يتجرع المرارة ويقبل بقرارات ويقبل بتنازلات كبيرة في البلد. لذلك نعم، هذا ما أحذر منه. نعم. طيب دكتور، دعني أعود بعودة أخيرة إلى السيد مختار الراحبي. أستاذ مختار، متى نشهد الشرعية يعني رأس الهرم اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي يعود إلى الأراضي اليمنية في المحافظات المحررة في عدن إن كان لذلك مكان أو مجال؟ ولا نتحدث هنا عن عودة رمزية، بل نتحدث عن انتقال الشرعية من رد الفعل إلى الفعل بالنسبة للملف اليمني والأزمة اليمنية.
اولا انا اريد ان اشير الى نقطه يعني مهمه، وهي ان اللجنه الثلاثيه التي تم تشكيلها هي تم تشكيلها من اجل تخفيف حده التوتر التي حدثت بين اليمن وبين الامارات العربيه المتحده، وليست لالتهام القرار السيادي في اليمن. القرار السيادي هو في اليمن، وحتى رئاسه اللجنه كانت اليمن وليست للاشقاء سواء في الامارات او المملكه العربيه السعوديه. نحن في تحالف مشترك وتحالف استراتيجي مع الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه الذين يعرفون تفاصيل المشهد اليمني وتفاصيل ما يحدث في اليمن. بالتالي عودة رئيس الجمهورية هي يعني مرهونة بتحسن الوضع الأمني في مدينة عدن، وهذا قد حدث بالفعل في مدينة عدن في الفترة القليلة الماضية، خصوصا بعد خروج عيدروس الزبيدي وكذلك المقال هاني أو المحلل التحقيق هاني بن بوريك، وتحسن ملحوظ للأداء مع أن هناك ما تزال ميليشيات هاني بن بوريك وهناك ميليشيات متواجدة في مدينة عدن، لكن هناك استراتيجية لاستيعاب كافة هذه التشكيلات المسلحة المتواجدة في مدينة عدن وإعادة ترتيبها في إطار الجيش والأمن، لأنه لا يمكن أن تعيش مدينة عدن أو أي محافظة أخرى وهناك ميليشيات لا تخضع للدولة. يجب أن تكون كافة القوى الموجودة سواء في تعز أو في عدن أو في مارب أو في كل المناطق يجب أن تكون في إطار الجيش والأمن، وهو قد صدر به قرار جمهوري من فخامة رئيس الجمهورية أن يتم استيعاب كافة القوى وكافة التشكيلات المسلحة في إطار الجيش والأمن لمنع حدوث ولمنع تواجد ميليشيات خارج إطار الدولة، وتحدث هناك إشكاليات ويخرج لنا أمراء الحروب وتحدث هناك إشكاليات متعددة. بالتالي رئيس الجمهورية أعتقد أنه في خلال الفترة القادمة سيعود إلى عدن، وكذلك الحكومة هي متواجدة أصلا في عدن، فطالما أن الوضع الأمني في إطار الترتيب وفي إعادة التأهيل وإعادة الترتيب في مدينة عدن، فنحن ننتظر عودة الرئيس وكذلك عودة الحكومة بشكل عام، ولا يمكن أن تظل الحكومة ولا يمكن أن يظل الرئيس ونائبه والقيادات موجودة في خارج اليمن. الجميع يريد أن يعود، ولكن العودة مرتبطة بترتيبات سياسية وكذلك ترتيبات عسكرية، ولعلها تحدث خلال الفترة القليلة القادمة. مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك دكتور أحمد دبعي. دكتور أحمد، إذن منذ أن شكلت هذه اللجنة الثلاثية لوحظ أن هناك ربما خلافات أكثر كانت لدى ما بين يعني الحكومة الشرعية والتحالف العربي، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تكون يعني نافذة أو تكون خيارات التحالف العربي مسموحة بها أكثر من فرص الشرعية أو من ما تطرحه الشرعية من رؤية لتسيير الأوضاع في البلاد؟ تحياتي. فقط لو تعيد، لأنه فقدت الصوت. نعم أتحدث السؤال. نعم دكتور أحمد، إذن أتحدث يعني برأيك عندما نتحدث عن أن دول التحالف يبدو أنها باتت أكثر الآن مع وجود هذه اللجنة الثلاثية أكثر تنسيقا مع المؤسسة الشرعية اليمنية، إلى أي مدى يمكن لها أن تحاول الخروج عن النص الذي تحدده الشرعية اليمنية خلال الفترة الحالية؟ نعم، دعني بداية أتحدث ما حدث في اليمن الآن. التحالف المشكلة أنه تجربة جديدة على الجميع، هذه الدول لم تخوض حروبا ولم تخوض تنسيقا مشتركا مع دول أخرى بهذا الحجم. الآن يعتمد كل ما طرحت يعتمد على الثقة التي يتبادلها هؤلاء الأطراف، الثقة ما بين الرئيس هادي والسعودية والإمارات. إذا كانت هناك ثقة حقيقية موجودة فأعتقد أن الإشكالات ستزول. أما إذا كان هناك ترتيبا مبيتا للتخلص من الرئيس هادي ومشروع الدولة الاتحادية الذي ينادي به للإتيان بمشاريع أخرى، فهنا تكمن المصيبة. الرئيس هادي مطلوب منه أن يذكر الشعب بمشروعه، هنا النقطة الرئيسية. لديه هو مشروع الدولة الاتحادية ومشروع الأقاليم. مشروعنا يا عالم هو بسيط، هو الانتهاء من الانقلاب والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني أو ما إلى ذلك، للعودة للشعب للاستفتاء على دستور وما إلى ذلك من 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 تبعات. أما أن نخرج الأمور وأصبحت خلافات الرئيس هادي مع التحالف، فنحن أخذنا القضية إلى أبعاد لا تخدم الشعب اليمني ولا قضيته. الرئيس هادي الآن مطلوب منه أثناء التنسيق مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن تكون هناك خطوط حمراء، سيادة يمنية، المشروع الدولة الاتحادية، إنهاء الانقلاب وما إلى ذلك. غير ذلك سندخل في تفاصيل مملة وتتعب الإقليم وتنهك الشعب اليمني فوق
تعبه الموجود الآن على الواقع. لذلك كما قلت أعود وأكرر أن مقدار الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة الجمهورية اليمنية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيرسم لنا خارطة الطريق للأشهر القادمة. أتمنى أن لا تطول الأزمة اليمنية لأنها أصبحت أزمة إنسانية تؤرق الكرة الأرضية برمتها. العالم هنا يتحدثون في اسكتلندا على اليمن، حتى في الراديو المحلي، الجمعيات الخيرية، العالم كله يتحدث الآن أن هناك مأساة كبيرة في اليمن. ذهب التحالف العربي في مارس 2015 ولم يحقق أي انتصار، بمعنى انتصار كبير على التمرد، ولم تعد الحكومة اليمنية إلى الرئاسة اليمنية إلى البلد، ما زالت الحكومة شبه مخفية، ما زال رئيس الجمهورية ونائبه مقيمون في يقيمان في 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 الرياض. هناك تساؤل كبير إلى متى طيب ستبقى هذه أمام هذه الإقامة، أمام هذه الإقامة دكتور أحمد، يعني عندما أتحدث عن عودة الرئاسة تحديدا إلى الأراضي اليمنية، نحن ربما عندما نشاهد تجربة مماثلة للتحالف العربي هو عندما يعني حاولت الكثير من الدول وأنشئ تحالف لإعادة الكويت بعد أن غزيت من قبل العراق، لكن طول هذه تلك الفترة كان العاهل الكويتي متواجدا في أراضي المملكة العربية السعودية، لم يعد إلا عندما انتهى ذلك الحدث أو انتهت تلك الأزمة. لماذا يمكن الآن الحديث عن مطالبة مثلا لرئيس الجمهورية في حال وجود مخاطر أمنية بضرورة العودة وما شابه؟ هل يمكن بالفعل البقاء هناك وبنفس الوقت تسريع إنهاء الأزمة بشكل عام في اليمن؟ إذا كنا نتحدث عن الأمن الشخصي لرئيس الجمهورية فكلنا حريصين على الأمن الشخصي للرئيس، لأننا نعلم أننا في وضع مأساوي أصلا، واختفاء الرئيس هذه في الفترة هذه سيكون وضع كارثي. نعم، لكن أنا أتحدث عن غياب السلطة بشكل كنا نتوقعه أن يكون أفضل من ذلك. الوجود الرمزي لرئيس الجمهورية قد يكون رمزيا في عدن، لكن أنا أتحدث عن وجود سلطة للجمهورية اليمنية في الأراضي المحررة بشكل كامل. لنتحدث بشكل واقعي، عدن ما زالت في بداياتها، في بداية التعافي، رغم أننا يعني لا توجد فيها لا ميليشيات الحوثي ولا علي عبد الله صالح هناك، والتباكي بأن هناك كان الحوثيون في عدن هذا لن يخدم القضية الآن، بالعكس هذا يعطي رسالة قوية للشعب بأن الحوثيين خرجوا من عدن قبل سنتين وما زالوا لديهم أثر في عدن، وبالتالي سنبقى 10 أو 20 سنة في 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 هذا المعترك. لذلك أنا أتحدث عن وجود السلطة بشكل أفضل مما هي عليه، وليس فقط وجود الرئيس هادي على الأرض اليمنية. الرئيس هادي إذا بقي مثلا في السعودية بسبب أمن شخصي له لم يحققه قد نلقى له عذرا، لكن بعد شهر شهرين، لكن بعد سنة سنتين وهناك التحالف العربي الذي أتى أصلا لمساندة الرئيس هادي، فهنا سؤال كبير، هل أتى فعلا الرئيس هذا التحالف العربي لإعادة الرئيس هادي إلى سدة الحكم في اليمن ومنحه الشرعية من وتمكينه من 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 الحكم كما يجب في اليمن، أم أتى هذا التحالف لأغراض أخرى؟ هذا السؤال الآن هو السؤال الأكبر لدى الشارع اليمني. طيب دعني أنقل هذا التساؤل. نعم. دعني أنقل هذا التساؤل أو على الأقل لمعرفة وجهة نظر أخرى. ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي الذي ينضم إلينا من تعز. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. إذن أستاذ عبد الهادي، برأيك غياب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالنسبة يعني للخطابات الجماهيرية وغيابه عن المشهد السياسي باستثناء الاجتماعات البروتوكولية إن صح التعبير، هذا الأمر هل يعطي ما يعني تلك التساؤلات التي طرحها الدكتور أحمد الدباعي من أن هذا التحالف ربما لم يأتي بالفعل لإعادة هذه الشرعية إلى اليمن؟ لا أعتقد أن المسألة مرتبطة بهذا الجانب، لكن يبدو أن هنالك غيابا لخطة رديفة كان يجب أن تعدها الحكومة بدرجة أساسية منذ أن تم تحرير العاصمة المؤقتة عدن لتتواجد هي على الأرض. هنالك مجموعة من الأدوات المتواجدة للشرعية، لكن كل منها يعمل بشكل منفصل عن الآخر. هناك فاصل كبير بين الحكومة والسلطة،
هذه الثلاث وما بين أيضا المقاومة والجيش. هذه السلطات المترتبة كل منها يعمل بطريقة مختلفة عن الآخر بشكل كامل. فمثلا الآن هنالك حالة من التناقض كانت قائمة بين مثلا في عدن على سبيل المثال بين السلطة المحلية التي يفترض من أن تكون أداة أو الجزء الثالث في تراتبية السلطة، فأتت هي لتفرض نفسها كسلطة بديلة عن الرئاسة والحكومة، وهذا هو الإشكال. أيضا في المقابل هناك تصرفات لبعض القيادات في المقاومة تبدو وكأنها زعامات دول طوائف وليست جزء من اتساق هرمي في بنية السلطة. هذا من جانب. الجانب الأهم أيضا الإمكانيات المادية للعمل. مثلا تواجدت السلطة، حررت مناطق، إذا تبدأ على الأقل هذه المناطق يبدأ يسود فيها قانون طوارئ على الأقل أسبوع شهر شهرين إلى أن يعاد ترتيب السلطة، وتكون الأدوات السفلية من السلطة انعكاسا للسلطة العليا. وأيضا يرافق ذلك الخطاب، هنالك غياب لخطاب الدولة على مستوى السلطة المحلية أولا، ثم على مستوى العلاقة ما بين السلطة المحلية والحكومة، وأيضا علاقة الحكومة بالجيش. بدأ رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة يحاول أن يفرض هيمنة الحكومة على الجيش وعلى المقاومة وعلى السلطة المحلية، لكن تظل جهوده محدودة إذا لم تترافق بخطاب ذهني إعلاميا يعيد ترميم ما نسميه بالصورة الذهنية للدولة الاتحادية لدى الناس، وتبدأ تطرح هذه المسألة على أننا لسنا في دولة طوائف. طيب، يعني بحديثك عن الدولة الاتحادية، كثير ما يتحدث الرئيس هادي عندما يعني يخطب أو يتحدث خلال السنوات الماضية، يتحدث عن مركزية فكرة الدولة الاتحادية. برأيك هل يمثل الرئيس هادي الحامل الوحيد الممكن لها الآن، وبغيابه سيغيب هذا المشروع، وبالتالي ستدخل اليمن بشكل آخر من الأزمة، بشكل مختلف من الأزمة؟ لا أعتقد أنه الآن الحامل الوحيد. هناك أدوات، أي أن السلطة الشرعية هي الحامل الوحيد للدولة الاتحادية، لكن هل تتعامل السلطات المحلية في المحافظات بالذات الجنوبية المحررة منها على أن الدولة القائمة والتي يجب أن تسود على مستوى الوطن هي الدولة الاتحادية، وأن يظل هنالك شيء أساسي تبدأ الدولة الاتحادية بعلم الدولة أو الراية الوطنية للدولة، لكن أن تظهر رايات أخرى وترتفع على مباني هذه الدولة الاتحادية برايات أخرى؟ هذه مشاريع لدويلات وليست لدولة اتحادية. نحتاج إعادة ضبط الإيقاع فيما يخص مشروع الدولة الاتحادية أولا، وما يخص الإعلام الحكومي، وما يخص أيضا الإعلام الذي يجب أن يتصدر لأدوات الدولة الخشنة، الجهاز الأمني والجهاز العسكري. فبالتالي هذه العملية يجب أن يعاد نظمها بشكل عام. هناك من يطرح مسألة الدولة الاتحادية على أنها أقاليم أو دويلات كونفدرالية وليست كدولة اتحادية لها أدواتها وبالتالي لها مكوناتها، باعتبار أن الجمهورية اليمنية بلد جغرافية مجزأة، وهذا الشكل ربما الأنسب من أشكال الاتحاد الذي يجب أن تقوم عليه السلطة السياسية كمخرج من مخرج الحوار. لكن هذا الخطاب يكاد يغيب ربما من نقطة من النقاط التي تنتشر الجيش والمقاومة. هنالك حالة من غياب نسق هذا الخطاب على مستوى التعامل في القيادات. هنالك إشكالية فيما نسميه بإيديولوجية الدولة بشكل عام، أيا كانت شكل الدولة، كانت دولة بسيطة، كانت دولة مركبة، لكن هذه الأيديولوجية كخطاب إعلامي لا تسوق، وإنما هناك اجتهادات وكل يفسرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وربما ما حدث في الفترة الماضية في المحافظة الجنوبية دليلا على هذا التوجه. نعم، إذا أشكرك أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بعودة أخيرة إلى الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث. دكتور أحمد، إذن بنقطة أخيرة، يعني دكتور، هل يمكن الحديث على أن الرئيس هادي بحاجة إلى إنعاش الطاقم الذي يعمل معه، تغيير ربما أو تجديد؟ شكرا على النقطة الهامة هذه. فعلا
مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة تحتاج إلى عقليات استثنائية حقيقة. هناك رائعون، لكن في هناك نقص كبير حقيقة في الخطاب الإعلامي، في إدارة الأزمات. لا يوجد لدينا خبراء في الرئاسة ولا في مؤسسة الحكومة بمعنى خبراء أزمة حقيقة. ولهذا غابت الاستراتيجيات التي تتعامل مع هكذا أزمات. نعم، نحن بحاجة لعقليات غير عادية من خارج المؤسسة التي كان يدير بها علي عبد الله صالح البلد أصلاً. نريد يعني بمجرد أن رأينا الآن قادة بحجم المفلحي في عدن من الذين من الوجوه الجديدة الذين لم تتلوث أصلاً أيديهم بالفساد السابق، وأيضاً بأولئك الذين لديهم تصور لحل، تصور كبير لحل، نعم، أو استراتيجي لإخراج اليمن من هذه المعضلة بعيدا عن المصالح الذاتية والشخصية. للأسف الشديد هناك كثير من المسؤولين ابتعدوا كثيرا عن الهم اليمني، وأصبح كل همهم الآن هو تثبيت أسرهم في الوظائف، الحصول على امتيازات، وأصبحت الحرب بالنسبة لهم مغنما لا حل، لا يبحثون عن حل اليمن ما دام هكذا وضع يعود لهم بالثراء ويعود لهم بالنفع. نعم. إذا أشكرك دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي في جامعة أدنبرا نبير، كنت معنا عبر السكايب من اسكتلندا، شكرا جزيلا لك، كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولكل الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان والزملاء منصور النقاش وأسامة القطيبي وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.